مشكلة الناس في هذا الزمن يتكلمون بما لا يعرفون ويتناقلون بما لا يفهمون، اعكسها زي ما بدك، بس هذا اللي قاعد بيصير. يعني كل واحد عامل نفسه وكالة أنباء، بس إنه هو بده ينشر عن طريق الفيسبوك، الواتساب، مختلف الوسائل التواصل. ويذكرني بالقصة، قصة سيدنا موسى مع فرعون. يعني انتو فكركم فرعون هيك من حاله فكر حاله انه هو رب العالمين؟ لولا ما هل اللي حواليه، هدول اللي كانوا داعمينه، كانوا هم اللي يظلهم يقولوا له اطلب منه، احنا اقوى منه. يعني هو بيعرف في السحر، احنا عنا ساحرين، اجمع القرى، اجمع المدن، خلينا ننافسه، خلينا نفرجيه انه احنا الاقوى. فاذا ما كان الواحد صاحي وفهمان شو بيعمل، بدخل في الحرام وبدخل غيره بالحرام. للاسف كتير منا بيجهل امور كتيره بالحياه وبيعمل نفسه فهيم. يعني والله الواحد بس يقرا عن الصحابه او التاريخ القديم للعلماء، يعني كان الواحد يوم لما ينسأل سؤال يقطع مسافات عشان يجاوب عليه. احنا بتلاقي الواحد عامل حاله موسوعة ويكيبيديا، تسأله بالدهان بجاوب، تسأله بالرياضة بجاوب، تسأله في الدين بجاوب، بتقول له قد ايه معك مصاري بقول لك طفران. طب اول شيء يا اخي الكريم، حاول انه انت شوي يعني وضعك المادي، يعني بما انك انت يعني فهيم أستاذ وبتعرف كل حاجة بالتلاجة، طول لنا آيس كريم خلينا نقدر نلطف الجو. للأسف احنا في عصر صار كل واحد يعني إلا من رحم ربي يفتي، أو إنه بده يعمل حاله، يعني هي شغلة بده يعمل إله تقبل ذات، بده يشعر إنه هو بيقدم إشي بيعمل إشي، بس من فراغ. يعني اللي بيعجبني مثلا هون في الدول الأوروبية، والله مرات بتسأل شخص عن عنوان بقولك ما بعرف، بتسأل في دوائر رسمية، بتروح على دائرة زي دائرة الهجرة، بتسأل مرات 2 3 4 بقولك لا مش عندي، روح عند غيري، لا مش عندي، وبتلاقيهم دائرة الهجرة. احنا اسأل واحد عامل صفحة بصير يقولك بصير تجيب مرتك، بصير تجيب أولادك، بصير تقدم لجوء، بصير تعمل هيك، بتلاقيه بس عشان يبين حاله انه ما بيعرف، والله انه صاحب صفحة فهمان. ويا حرام بتلاقيه يمكن ورط ناس الدنيا وهو خربط حياتهم ودمر مستقبلهم، وهو ممكن لا يفقه شيء، ممكن فاتح الصفحة الله أعلم، يمكن عشان الشهرة أو عشان التعارف أو ما بنعرف، الله أعلم. يعني ما بنتهم أي أحد ولا بنوجه أي كلمة لأي شخص في هاي الحياة، بس إنه يعني أنا أحياناً كمان الأشخاص اللي براسلوني، والله في كثير منهم بطلت أجاوب، صرت يا أعطي الواحد رابط يا أقول له خليني أستشير المحامي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أجوا اليهود على ما أذكر عشان يتأكدوا إنه هو رسول الله، فقالوا أنت بدك تجاوبنا على 3 أسئلة، منها يعني شوف رسول، قالوا له بدك تجاوبنا عن أصحاب الكهف الفتية هدول شو قصتهم، وبدك تجاوبنا عن الروح، وفي سؤال ثالث والله هسه ما هو جاي على بالي بس أتذكره إن شاء الله بشارككم فيه. طبعا المدينة ستوكهولم أنا قريب من وسط العاصمة، هاي هون مريت من عند البلدية، هاي البلدية من ورا الجسر هاي، وقاعدين نتمشى هيك بنروح على اتجاه استاد هاجن، وقلنا نسولف لكم عن الموضوع شوي هيك وندردش معكم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعرف الجواب، قال لهم امهلوني لبكرة، قالوا له اوكي. اجى تاني يوم سيدنا محمد يعني بنتظر جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل انه ينزل يتنزل عليه او ينزل عليه، فما نزل جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستمر الانتظار لمدة 15 يوما، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أموره كانت صعبة جدا جدا، يعني صار محرج ومش عارف شو يعمل، يعني ما كان
انه هو والله يتصرف على راسه والله هدول بعرف وهدول كذا، لا ما ينطق عن الهوى. فكان انه هو ينتظر الوحي عشان يجاوب على السؤال. في اليوم 15 نزل سيدنا جبريل وبلغوا بسورة الكهف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وحكى له عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهو رسول عليه الصلاة والسلام وكان معروف الصادق الأمين، يعني حتى قومه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كثر ما هم عارفين أنه صادق، ودعوته بلشت بالحب. وأول ما بلش بالدعوة للإسلام، يعني قبل دعوة الإسلام تزوج سيدنا خديجة عن حب، وبلشت الدعوة على عمر 40 سنة، حتى الناس يعني أمنت فيه وثقت فيه، كان الصادق الأمين. تمام، فبلشت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأت بحب وانتهت بحب. شوف هالبطات هدول ماسكهم، سبحان الخالق البارئ. شوف كيف لما يكون في أمان وفي نظافة، الطيور بتلاقيها بتطير بأمان، البط بيتحرك بأمان، يعني تشعر انه كل ما حولك يشعر بالأمان، سبحان الله العظيم. وبتلاقي الواحد فينا على ذكر الموضوع انه بتلاقيه ممكن مش قارئ كتاب، او قرأ له يمكن كتاب، او اطلع على فيديوهين صار يحكي لك في مختلف المواضيع. يعني على قليل الواحد لو يحكي الله أعلم، أو عندي شوية معلومات عشان إحنا ما نروح ندخل نار جهنم في، أو نظلل الناس معنا في المعلومات تبعتنا اللي هي المغلوطة، ونزيد على أخطاء المجتمع. فهي الأجانب الحلو فيهم في ميزة إن هم تعودوا على شغلة اسمها الاستشارات. هم عندهم قضية أسرية بروحوا بيستشيروا خبير أسري، عندهم قضية في هذا بيستشيروا محامي، عندهم قضية بالهندسة بيستشيروا أخصائي، عندهم بناء طرق شغلات نظام نظافة ترتيب في أخصائيين. احنا طبعا عندنا ممكن أخصائيين أكيد عندنا، بس الناس تعودت بدها على الأرخص وعلى الأوفر، اسأل لي هالجار، اسأل لي هالفلان، فلان شوي بعرف شوي. فعشان هيك احنا صرنا دخلنا ببعض، ما أعطينا أهل الاختصاص، ما أعطينا أهل العلم. حتى الكتب تبعتنا والمراجع تبعتنا، يعني اللي بتلاقيه حرام بتعب بيسوي كتاب وبقعد عليه أشهر ومراجع وبقرأ وبيسوي وبتعب وبتعب نفسه، يا حرام بتلاقينا بنروح نسرق الكتاب من الانترنت، أو بنشتري نسخة وبنصير نصور عنها ونبيعها. طب مش هذا حرام سرقة حقوق ملكية وبنصير نوزعها بالانترنت وبنصير نعمل حالنا إنه نعمل خير على ظهور الآخرين؟ شوف الأجانب خلص CD نسخة أصلية، ما في هنا نسخ، ما في إنه نسخ، إنه والله إلا ممكن حالات نادرة. أنا بالنسبة لي ما سمعت إنه والله في نسخ مسروقة ونسخ مش مسروقة. فكيف رب العالمين بدي يبارك لنا في حياتنا؟ كيف رب العالمين بدي يبارك لنا في أطفالنا في عمرنا؟ فهذا كلياته يا إخواني من تبعات الحياة اللي إحنا بنمر فيها ومتاعب الحياة اللي احنا قاعدين بنمر فيها في الوطن. بس احنا للأسف كل واحد فينا حاط انه همومه الأساسية على اكتاف الحاكم او السلطة تبعت البلد وخلص، وناسي شو دوره. يعني زي كيف انت شوف بدك تفهم الحياة مظبوط، اقرأ كتاب الله وشوف اصحاب الجنة واصحاب النار شو بحكوا هدول شو بحكوا هدول. انت كون مع، تخيل حالك مع اصحاب الجنة، تبع اصحاب الجنة قاموا بدورهم، صلوا الصلوات، اشتغلوا، سعوا، رب العالمين طلبهم يسعوا، ما ركزوا على النتائج، ركزوا على العمل. شو رب العالمين طلب مني؟ طلب مني أصلي، أزكي، أتصدق، أتعاون، أكون جزء من المجتمع، أكون لي دور مؤثر، ما أكون إنسان ما لي دخل في 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 مجتمعي، في بيتي، في أسرتي، أتقي الله، أقرأ، أتعلم، أطور من نفسي، من ذاتي، ما أكون كسول عايش على المساعدات وعايش على أعمل حالي مريض وأعمل حالي كذا وأعمل حالي كذا. شوف أهل النار وهشوف أهل الجنة كيف رفاقهم وأصدقائهم بحبوهم بساعدوهم وقفوا جنبهم، ويوم القيامة بدوروا عليهم تدوير عشان يدخلوهم على الجنة، وما بيسعدوا إلا لما يكون معهم بالجنة. والعكس أهل النار عايشين على التلاوم، هم أخذوني، هم بصر إيش، وبتلاقيهم بالحياة كسولين. وحتى إذا كانوا أغنياء بقول لك أنا ماليش دخل، أنا تعبت من عرق جبيني، هذا تعبي، هذا جهدي، هذه. ويوم القيامة بتخلوا عن بعض، ويوم القيامة كل بتلاقيهم بهربوا من بعض وبصيروا يا رب هدول هم اللي حطوني وهدول اللي بلوني.
فليش انت اختار الرفقة الصالحة في الحياة، والله يوفقك ويوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله.